للمزيد تنضم إلينا مراسلة القاهرة الإخبارية ولاء السلامين من رام الله. تسارع في الأحداث ولاء، ما هي آخر هذه المستجدات؟ نعم بالفعل ما زالت الأخبار والتطورات الميدانية كبيرة جدا في أطفال غربية. فيوم أمس كان هناك عملية مزدوجة كما تحدث عنها الاحتلال الإسرائيلي، عملية إطلاق نار بالقرب من مستوطنة حومش، وبعد ذلك انفجار لعبوة ناسفة. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن المقاومين استدرجوا هؤلاء الجنود بعدما أطلقوا النار، وبعد ذلك انفجرت هذه العبوة الناسفة. وبالفعل هذا ما أكده الفيديو الذي نشرته كتيبة جنين عن ماذا فعلت كتيبة جنين بهؤلاء الجنود عندما استدرجتهم، وبعد ذلك قامت بتفجير عبوة ناسفة بهؤلاء الجنود. ما جن جنون الإسرائيليين كيف فعل المقاومين الفلسطينيين ذلك في القرب من مستوطنة حومش. أيضا كان هناك عدد كبير من الاقتحامات لبلدات وقرى مدينة جنين والبحث عن منفذين هذه العملية النوعية نصفها بالضفة الغربية باستدراج الجنود وبعد ذلك تفجير هذه العبوة الناسفة، حيث اقتحمت البلدات والقرى وقامت بتضييق الخناق على الفلسطينيين في مدينة جنين ومخيمها وأيضا البلدات والقرى المحيطة، وداهمت عدد من المنازل وعاثت خرابا وفسادا. أيضا نتحدث عن مدينة طول كرم ومخيم نور شمس، اقتحام لهذا المخيم فجر هذا اليوم وحتى صباح هذا اليوم، حيث انسحبت قوات الاحتلال. كانت هناك اشتباكات مسلحة ما بين مقاومين فلسطينيين وأيضا قوات الاحتلال، انفجار عبوة ناسفة بأحد الآليات وإعصابها مما أدى إلى انسحاب قوات الاحتلال ودفع بتعزيزات لإزاحة وأيضا أخذ هذه الآلية بواسطة الجرافات وأيضا الآليات. أيضا نتحدث عن مدينة قلقيلية، حيث قامت مجموعة من كتائب شهداء الأقصى بالرد على الاقتحامات المتتالية للمدينة وعلى القرى والبلدات، وكان هناك بيان واضح من كتائب شهداء الأقصى بأنهم خاضوا معارك، وأيضا بخصوص المقاتلين والمجاهدين الذين كانوا يستدرجون قوات الاحتلال ويردون على هذه الاشتباكات بصليات من الرصاص الحي، يعني ذلك اتساع رقعة المواجهة ما بين الفلسطينيين وأيضا المقاومين الذين ينتشرون في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. في منطقة الجنوب حيث اقتحمت قوات الاحتلال مدينة الخليل وعاثت خرابا وفسادا، وأيضا قامت باعتقال عدد من الفلسطينيين. أيضا في مدينة نابلس اقتحام للمدينة وبعد ذلك اعتقال عدد من الفلسطينيين. لغاية اللحظة لم تتحدث هيئة شؤون الأسرى والمحررين عن عدد الفلسطينيين الذين قامت قوات الاحتلال باعتقالهم منذ منتصف الليلة الماضية وفجر هذا اليوم، ولكن نستطيع القول منذ 7 أكتوبر ولغاية الآن تحدثت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن الأعداد هي بالجملة وكبيرة جدا وهي الأعلى منذ سنوات باعتقال للفلسطينيين من الأطفال والنساء، وأيضا نتحدث عن القادة في الفصائل الفلسطينية، أيضا لطلاب في الجامعات في مجالس الطلبة كما حدث في جامعة بير زيت، حيث كان هناك اقتحام للجامعة بقوة مستعربة واختطاف من هم من أبناء مجلس الطلبة سواء من حركة فتح أو حتى من حركة حماس. كل هذه المعطيات تعطي بأن ما يحدث في الضفة الغربية وخاصة يوم أمس بهذه العملية وأيضا عدد من كبير من إطلاق النار على الحواجز العسكرية وخاصة في منطقة الشمال، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك لربما تتسع هذه العمليات المقاومة ضد الأهداف الإسرائيلية، وأيضا لربما سوف نرى ببعض الأحيان في عمليات نوعية كما حدث يوم أمس من كتيبة جنين ردا على الاقتحامات وأيضا على منع المصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان المبارك. نعم ولا لماذا يتم تكرار عمليات الاقتحام كمثال نور شمس وطول الكرم
لماذا تعاود قوات الاحتلال اقتحام هذه المناطق بعد كل فترة؟ هل هناك أسباب محددة أم أنها سياسة الاحتلال في جعل هذه المناطق مشتعلة دائما وتحت سيطرته الأمنية؟ نعم، هناك هدفان لقوات الاحتلال بالاقتحامات المتتالية للمخيمات الفلسطينية، ليس فقط في مخيم نور شمس ولكن كافة المخيمات المنتشرة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية. الهدف الأول هو التخلص كما هو معلن من قبل قوات الاحتلال وأيضا من قبل حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، تريد التخلص من المقاومين الذين يتواجدون في هذه المخيمات، وأيضا الهدف المبيت والتخلص من اللاجئين. يعني كما يحدث في قطاع غزة يحدث في الضفة الغربية ولكن بوتيرة أقل، وهو بالقتل الصامت للفلسطينيين. قضية اللاجئين هي من الثوابت الوطنية هي لدى السلطة الفلسطينية وأيضا للفلسطينيين سواء في فلسطين وأيضا في الشتات. حق العودة وحق تقرير المصير لدى الفلسطينيين هي من الثوابت الوطنية. هي تريد التخلص من تخلصت من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ومن عملها في داخل قطاع غزة بمنعها. الآن تريد التخلص من اللاجئين وتريد أن تستهدف اللاجئين وتقول بأنهم إرهابيين ويجب عدم إمدادهم بأي مساعدات، وتريد حذف قضية اللاجئين وشطها من القضية الفلسطينية بحيث لا يوجد قضية فلسطينية من دون لاجئين، من دون أرض، ودون حق العودة وتقرير المصير وأخذ دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. أشكرك شكرا جزيلا ولاء السلامين، مراسلة القاهرة الإخبارية من رام الله، شكرا جزيلا لك.